أحييكم مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في السلسلة التي نقدمها عن خفايا بابا عمرو. ويسرنا أن نرحب بداية بالباحث والإعلامي السوري الأستاذ رفيق لطف. أهلا ومرحبا بكم أستاذ رفيق. أهلا وسهلا فيك. طبعا نكمل سلسلة خفايا بابا عمرو معك، والتي نستمر بها على شاشة التلفزيون العربي السوري مساء كل اثنين وخميس. بداية، عرضنا الحلقة السابقة مساء الاثنين الماضي، هل من ردود أفعال على ما عرض من خفايا؟ هلا بداية أول شيء طبعا بحب حييك وحيي كل الأخوة المشاهدين. أكيد طبعا الحلقة الماضية كان صداها كبير جدا، وكان وقعها ثقيل على البعض، يعني البعض كان مصدوم من المواد اللي عرضت، وحاولوا بطريقة أو بأخرى أن يشوهوا، ولكن أنا بحب أقول لهم مشان لا يعزبوا حالهم، المادة التي عرضت، يعني البعض قال شو جهازي وشو جهازه، المادة التي عرضت يعني هو مصورها بنفسه علي عثمان، هذا مو تصويري أنا ولا أنا حاصل عليها. فلما أنا عرضت على بعض المقاطع اللي بتخص بعض المناطق اللي صوروها واللي كانوا هني عم بيفجروها، واللي أنا حبيت أظهر للمشاهد كيف أنه هذه القنوات بسبب أفعالها وبسبب الصور اللي رادت تحصلها مع الأسف دمرت مدينة حمص، والآن عم يحاولوا يساووا نفس الشيء ببعض الأماكن الأخرى في محافظات أخرى، يعني عم يحاولوا ينهجوا نفس النهج من أجل الكسب المادي. يعني هدول الناس بتعرفي لما بيصور صورة بيقبض حقها، فلذلك هن كانوا يزرعوا متفجرات ويضعوها على أسطح المباني وفي بعض المناطق، ويستعملوا قناصات ويستعملوا RPGات ويضربوا، وتحت القصف تلاقي واحد عم بيسجل عم بيصور ماسك لك كاميرا، وبتعرفي انت اذا واحد جنبه من القصف ما ممكن يقدر يصور طبعا، على اقل التقادير بده يهرب يبتعد لمكان بعيد ويصور من بعيد، لكن هذول كان القصف امامهم يعني والضرب امامهم، فلذلك يعني كانت صدمه كبيره لهم. والبعض بدا يقول لا هذا ليس من تصوير علي عثمان، انا بقول لهم ارجعوا الى تصوير الصحفيين الاجانب راح تلاقوا نفس هذه الصور اللي انا عرضتها، راح تلاقوهم بتقاريرهم منهم صوفيا وغيرها صوروا نفس التصاوير وعرضوها على انها قصف من الجيش السوري. طب احنا لايمتى بنضل بلا مؤاخذه الاعلام الخارجي يكذب على الشعب السوري وعلى الجيش السوري ويدعي بان الجيش هو الذي يقصف، وحقيقه الامر هو عكس ذلك تماما. انا قلتها سابقا، حكمة قيادة هذه الدولة وحكمة السيد الرئيس بالتعاطي مع ما يجري في سوريا جعلت أن الجيش كان صابر إلى أبعد الحدود، وكان يتعامل مع الموقف بحكمة وروية ويعطي الفرصة الكبيرة للطرف الآخر، لدرجة أنه حتى المواطن بدأ يمل، بدأ ينادي يا أخي أنه بدنا تدخل بدنا ردع لهؤلاء، ولكن هم كانوا يعلمون، يعني الحكومة السورية تعلم تماما أن هناك مؤامرة وهناك لعبة سياسية مخططة لهذه البلد، لذلك هم كانوا حريصين على المواطن حتى وإن كان هذا المواطن يعمل ضد دولته، كانوا حريصين عليه بحيث أنه يخرجوا من هذه المؤامرة في نهاية المطاف. هاي المشاهد اللي شفناها، أنا بتمنى أن الأخوان بكل يعني إنصاف يتفرجوا كيف هؤلاء الأرهابيين، كيف لأنه هذا عملهم عمل إرهابي يعتبر، كيف دمروا مدينة حمص. ومن يعتقد ومن يشكك ومن يقول بأن الجيش فعل هذا، أنا أقول أنهم يكذبون، هم دمروها، هم أحرقوها، هم فعلوا هذا الفعل أملا أن يحصلوا على أبنية جديدة كما وعدوهم في ليبيا، أنه دمروا ليبيا ونحن نبنيها لكم من جديد. هذا ما يتعلق بجهازي الذي هو قد صور منه، جهازك أستاذ رفيق لو كررنا المعلومات، ولكن بالنسبة لجهازي أنا في شغلات كثير بسجلها من خلال البث المباشر، وأنا قلت هناك دائما وسيط، يعني البث المباشر اللي هو التو واي، في جهاز وسيط بمر منه الصوت أو الصورة وبتنطلق منها إلى القناة اللي بتستقبل سواء كانت أي قناة. أنا موجود عند الجهاز الوسيط وأستطيع أن أتابع ما يبث، وقناة الجزيرة تحديدا رصدت لها كثير من الأمور، حتى بعد ما عرضت كل هذه الحلقات بحب أقول لهم لا زال هناك أمور لا زلت أرصدها إلى يومنا هذا، وإن شاء الله قريبا راح أعرض لهم أمور
كيف كانت قناة الجزيرة، هي بعد آخر حلقة قدمتها عشان لا يقولوا بعد أنه هن صاروا شاطرين وفصلوا بعض الموظفين. نعم. والآن فصلوا 2 سوريين جداد، يعني أنا عندي تفاصيل دقيقة حول هذا الموضوع. وأنا بقول لهم راح تضطروا تفصلوا بعد غيرهم بعد ما تشوفوا المقطع اللي راح طلعوا. نعم. فصلوا 2 سوريين بعد الحلقة التي عرضت، بعد الحلقات اللي عرضت سابقا فيما يخص قناة الجزيرة والبث المباشر. فصلوا 2 من حوالي أكثر من أسبوع، والآن سيفصلون غيرهم بعد. ليش؟ لأنه عم يرتكبوا أخطاء جسيمة. التسجيل اللي عندي هن كانوا عاملين لقاء مع ما يسمى بالجيش الحر. وهذه الجماعات بتعرفي بتيجي بتقعد أول شيء بتخطط شلون بدها تطلع على الهواء. لكن بهي المرة حتى أعطيهم علامة، أول شيء اللي كان الوسيط ما كان واحد من المتعارف عليهم، لا أبو اليمان ولا شلة لا كتيبة ولا غيرهم. هذه المرة كانت امرأة، وهاي الامرأة مع هذه المجموعة اللي هي كانت مجموعة من المرتزقة جابوهم بالأموال وجمعوهم وقالوا تعالوا عدوا، فتحوا سبيكر مباشر مع قناة الجزيرة، وكانت امرأة وكانت عم بتعلم كل واحد شو لازم يساوي بهالجمعة اللي بده يسووها، وكانوا الناس متململين وكان غايتهم بدون مصاري. فهي ان شاء الله ما راح احكي عن تفصيلها، راح يجي يوم وراح ادخلها ضمن البرنامج وراح اعرض لك وراح اورجيك وورجي المشاهدين انه ما يقال او ما يسمى بانه يوجد في سوريا شيء اسمه الجيش الحر هذا كذب لا اساس له من الصحه. هناك مجموعه مرتزقه تقبض اموال من اجل تلبس لها شويه لباس عسكري، تاخذ لها كم صوره، يلا هي كل واحد 500 ورقه 1000 ليره، الله معك على بيتك انتهى. وتمول بالسلاح طبعا. السلاح في مجموعه معينه هي اللي عندها السلاح، بياخذوهم بصفوهم بالصف الاول، بيحطوا مثلا الاربيجيات اول صف، ثاني صف اللي معهم روسيات، الباقي همج رعاع ينعقون وراء كل ناعق، ما لهم علاقه بشيء. جامعينهم من كل مكان، تعالوا انتم على اساس جيش حر، ولكن هي مجموعه افراد اناس بد السمك. نعم، اناس غالبيتهم أناس تكفيريين لهم أهداف طائفية داخل سوريا، وإن شاء الله أنا أقول لهم سوريا ليست كالعراق. الشعب العراقي مر بأزمة صعبة جدا تعرفي، ومر بمحن صعبة، لكن هم لا يعرفون أن هذه سوريا. يعني إذا كانوا هن معتقدين بأن هذه الجماعات التكفيرية ممكن أن يكون لها وضع في سوريا فهم مشتبهون. أنا بقول لهم إذا كنتوا حابين تجربوا ابعتوا مين ما بدكم، راح يندموا على اللحظة اللي دخلوا فيها سوريا ويجروا. طيب كي لا نطيل على مشاهدينا لمن يتشوق لمتابعة ما سنعرض اليوم من خفايا جديدة في بابا عمرو، طبعا قلنا في ختام حلقتنا السابقة كنا قد قدمنا لما سنتابعه في هذا اليوم. اليوم سيتحدث علي عثمان عن كيفية فبركة الصور وتزوير كل ما يجري بالتعاون بين أعضاء هذا المكتب الإعلامي والفرق الصحفية التي دخلت سوريا. بالضبط. نعم، سنتابع معا المادة الفيلمية ونعود بعدها للتعليق معك أستاذ رفيق. كيف بدي برهن للناس انه في قصف شغال على حي بابا عمرو؟ فاكيد اذا شفت واحد مسلح بده يوقف هون واعمل لك كان ضرب بالجو مشان يبين انه في اطلاق نار وجو، يعني تعرف انت جو الحرب، يعني انه في حرب وفي قصف على الحي. طيب انا راح اعطيك مثال، مثلا مثل خالد ابو صلاح. نعم. بيوم اللي صار فيه الاجتماع بمجلس الامن واللي صار فيه الفيتو الصيني الروسي. نعم.
هلا احنا حنحكي عن هاي الليله وكيف كان يعني في مخطط داخل بابا عمر، لكن انا بدي اياك تشوف هاي الصوره انا وياك وبعدين تشرح لي اياها انت، لانه يعني انا كان لي رؤيه بدي استفيد من رؤيتك. شوف هذا الشخص اللي عود صار 200 شهيد. نلاحظ هون ما في أي شيء، لا في إطلاق نار ولا في شيء، وضع جيد، حاطين تسجيل الجماعة تبع التهليل. ألو يا ابني ما بدون صوت يا شباب، بدون صوت الله يخليكم. لاحظ الجزيرة بدها تحمي ما بتقبل بدون تحمي. يا أخي أحكي صوت وصورة وأحكي عن الشيء اللي عم يصير، ما عاد فيني يا ابو اليمان. القذائف يا ابو اليمان، القذائف عم تسقط بالشوارع. انا افتح لك ايه ايه يا ابو اليمان. طيب ما عم تسمع صوت القصف يا ابو اليمان؟ ما عم تسمع صوت القصف يا ابو اليمان؟ ما عم تسمع صوت القصف؟ عم يضربوا بالهاون بالمدفعيه. يعني وقف تحت القذيفة لحتى موت قدام شاشة الجزيرة عشان ترضى عني الجزيرة. سامعك يا أخي سامعك. شوف وين فات الثاني، شوف وين فات الثاني.
عن ماذا يريد أن يتحدث الإنسان سيدتي الكريمة والخالدية تقف الآن على بحر من الدماء؟ عن ماذا يريد أن يتحدث الإنسان الآن وجثث الأطفال وجثث النساء وجثث الشيوخ داخل المنازل في حي الخالدية؟ يبدو أننا نسمع الجواب مباشرة. هل أنت في مكان آمن؟ سيد خالد أبو صلاح؟ سيدتي حتى الآن لم يهدأ القصف عن حي الخالدية، لقد سيدتي أسمع أصوات إطلاق رصاص لا أستطيع أن أسمعك جيدا. سيدتي الكريمة حتى الآن لم يهدأ القصف على أحياء حمص. سيدتي حتى الآن لم يهدأ القصف عن حي الخالدية، لقد سيدتي أسمع أصوات إطلاق رصاص لا أستطيع أن أسمعك جيدا. سيدتي الكريمة حتى الآن لم يهدأ القصف على أحياء حمص. سيدتي الكريمة حتى الآن لم يهدأ القصف على أحياء حمص. حتى الآن لا توجد وسيلة نهائية للشهداء. هناك مجزرة مروعة في حي الخالدية. هناك مجزرة مروعة في حي الخالدية. هذا الحي الذي قدم الآن أكثر من 200 شهيد. هناك مجزرة مروعة. طبعا أنت شايف بنفسك، أنت مشرف بنفسك على كل شيء. شو اللي شفته وشو رأيك بهذا الشيء؟ هاي يومتها الحادثة كانت يومتها بالفعل مزرعة الخالدية اللي حكوا عنها انه في 200 قتيل بالخالدية، للأسف ما قلت لك انه طلع العدد غير هيك 40، حتى الأربعين كان بقل من ايدهم، يعني انه كانوا عم يلعبوا بال جهزوا ألغام مشان الجيش السوري. تتذكر هي الليلة كانت ليلة شو؟ بظن ليلة الفيتو الروسي الصيني. كانت ليلة الاجتماع تم مجلس الأمن لاتخاذ قرار بالشأن السوري، صح. وطبعا كان يوميتها فعلا الفيتو الروسي الصيني. نعم نعم. برأيك ليش هذا اليوم تم هذا التصعيد وهي التمثيليات اللي قادتها قناة الجزيرة مع الأسف؟ يعني أنا صح عم شوف هذا على البث المباشر، وبالمقابل مثل ما أنا عم شوف على البث المباشر الجزيرة عم تشوف على البث المباشر، وانت بتعرف هذا الشيء. يعني الجزيرة كانت تعلم تماما بهذه الفبركات. برأيك ليش هذا الشيء صار؟ شو كان الغاية من هذا اليوم التصخين الكبير هذا؟ أعداد القتلى والادعاءات هي اللي ما لها أساس من الصحة. كان كل ما يجتمع مجلس الأمن أنه لازم نلاقي خطة لإحراز سوريا ضمن المجلس. كان طبعا هذا اليوم هو الإحراز السوري، أنه أنتم مجتمعين كمجلس أمن والوعود اللي عم توعدها سوريا للشعب أو لإلكم لحد الآن ما عم تنفذ، والدليل شوفوا بعينكم أنه هناك 200 قتيل بحمص. تعتقد ان سوريا احرجت؟ بصراحة لا. سؤال اخر ومهم هذا السؤال بالنسبة لي، ما مدى التنسيق ما بين خالد ابو صلاح وما بين ما يسمى بميليشيات الجيش الحر؟ كان في شيء بيقولوه انه نحن كجيش حر بدون مكتب اعلامي ولا شيء، كمكتب اعلامي بدون جيش حر كمان ولا شيء. يعني كل واحد له دور. كل واحد له دور. شو دور هذول؟ شو دور هذول؟ لا هذوك دورهم الضرب والقتل، خاصة لما يهجمون على الحواجز الأمنية، ونحن دورنا إعلام بتصعيده، فهني صعدوا القتل ونحن نصعد. صوروا أنتوا هذا الشيء. نعم. ويبث إلى قناة الجزيرة. نعم. طيب في بعض الأحيان كنا نشوف صور، وهي الصور في وراها كثافة دخان وكأنه في احتراق، وأنا كنت أسمع يعني سواء من البيانات اللي كانت تصدر من هنا وهناك سواء عبر البالتوك أو سواء من خلال البث المباشر، كنت أتابع ما يجري. كيف أحيانا يكون في عندكم بث مباشر وفجأة نلاقي في كمية دخان وقريبة منكم وتكونوا أنتم عم بتصوروا جنب هاي الدخان؟ هلأ بالنسبة للدخان ما بننكر انه في كان مثلا ايام يصير دخان حقيقي، بس طبعا احنا قبل ما نصير هالدخان الحقيقي كان يكون بعض الشباب باشعال دواليب مشان تبين انه القصف على الحي كيف عم يكون. كيف شلون بتسوى يعني؟ شو بتعملوا؟ بتحطوا دواليب توقفوا جنبها ولا شو؟ لا نحن اكيد نبعد عنها لانه ما فينا نوقف جنبها. بس انت مو بعيد عن الدخان، اغلب الوقت كنت شوف كنا قراب كثير. ممكن نكون عامل لزوم او كنا قريب يعني مسافه يعني لا تقل عن 100 متر بس مو اكثر، بحيث انه اطلاق نار انا كيف بدي افوت على الحي؟ كيف شوف اطلاق نار هنيك شوف الدخان؟ فانا ما حد راح يصدق انه مصور فايت لجنب الاطلاق. ايوه انا مصور يعني، فيكون تصويرنا بعيد يعني بحيث تاخذ هاي اللقطه.
واكثر كان يكون حرق دباليب. انا عمر التلاوي وما سلطان سلطيات خمس الاديمي. انما يحصل بنا اليوم هو اختيار من الله لعباده الصابرين، ولكي يعلموا بان النصر هو من عند الله لا من عند الغرب ولا من عند العرب. اما ما يجري على الارض من مجازر يدنو لها الجبين ويدمع لها القلب، اجرام لم يشهده التاريخ. أنا الآن أتكلم من حمص القديمة، هذا الحي المنقطع عن العالم بأكمله منذ 3 أيام بسبب انقطاع الكهرباء والهواتف المحمولة والأرضية وجميع خطوط الأنترنت وانقطاع المواد الغذائية والتدفئة والخبز المنقطع عن حمص بأكملها. منذ 3 أيام لا يوجد شيء في هذا الحي يدل على الحياة. أما في حي بابا عمر لا زال تحت أمطار من الصواريخ والهاون والمدفعية المتساقط مثل المطر من أكثر من منطقة، الجرحى بالآلاف والشهداء بالمئات. حبيبي فهمنا كلمة بس شوي، نشتغل البيان وكل شيء بباب أسبوع، ليش عم تجيبني لهون؟ منشعل دخني دولاب، منشعل دخني دولاب. يلا كل شيء وين الدحني؟ يلا كل شيء. واحد اثنين ثلاثة. أنا عمر التلاوة وما سلطان. أنا عمر التلاوة وما سلطان سلطيات خمس الأديمي. إنما يحصل بنا اليوم هو اختيار من الله لعباده الصابرين، ولكي أنا عمر تلاوة مسجد التنسيقيات حمص الأديمي، معنا أخونا أبو الزيت من كرم الزيتون بالتنسيقيات. أخي نحن هلأ عم نتعرض لقصف مفاجئ واليوم الرابع على التوالي، ما منعرف بأي لحظة بنموت مثل ما لك سمعان أخي، هاي القذائف يومياً. أخي نحن هلأ عم نتعرض لقصف مفاجئ واليوم الرابع على التوالي، ما منعرف بأي لحظة بنموت مثل ما لك سمعان أخي، هاي القذائف يومياً يومياً عم تنزل، نحن ما منعرف بأي لحظة بنزل علينا الصاروخ.
كان جهات أجنبية دخلت إلى بابا عمر، إعلاميين أجانب، شلون دخلوا هدول ومين اللي كان يتعامل معهم وشو كان دوركم أنتوا أنت وخالد أبو صلاح بدخول هاي الشخصيات؟ أستاذ نحن هلأ دخل لحي بابا عمر قريب 13 فريق صحفي. من أي دول؟ والله مشكل، في عندك من بريطانيا، من أمريكا، من فرنسا، من شو اسمه، يعني أسبانيا، مختلف الدول. لأي قنوات هدول؟ في سكاي نيوز، سي إن إن، بي بي سي، جزيرة إنجليش، قنوات فرنسية، صحف فرنسية، جرائد إسبانية، يعني مشكل يعني كتير اللي هني، فما تعرف ممكن أسمائهم كتير يعني ما عاد تعرف أسمائهم. وين كانوا ينزلوا هذول؟ هذول كانوا يجون التهريب عن طريق لبنان عن طريق أبو جاسم. طبعا هني بيتواجدوا بلبنان عند شخص اسمه بذكر وسام، كان هو يجمعون عنده كمكتب. يتم نقلهم لحدود لبنانية. أبو جاسم طبعا يقوم بتهريبهم من الحدود اللبنانية حدود سوريا لداخل سوريا. طبعا إحدى الأشخاص، في شخص مناصر كان يستلمون من عين الزرقاء، يوصلنا إياهم يعني جوا لداخل حي بابا عمر لعند المكتب الإعلامي. نحن كمكتب إعلامي عاد نستلمون ونقوم بشوف شو طلبهم شو هني جايين عليه. فنحن نجهز لهم البرنامج إنه زيارة لمش في الميدانة، مقابلة مع الجيش الحر، الوضع الإنساني حي بابا عمر، آثار الدمار والخراب، واجتماع مع العائلات المتضررة والمظاهرات. وين كان مبيتهم هنا؟ مبيتهم ضمن المكتب الإعلامي داخل المبنى. يعني بنفس المكان اللي هو المكتب كنتوا تمرون السكن والغذاء وكل شيء. منذ بداية الأحداث في سوريا شهدت الحدود السورية حالات تهريب للسلاح وما يسمى بالمجاهدين، إضافة لمجموعات من الصحفيين الذين رغم إعطاء الموافقات لمحطاتهم للتواجد على الأرض السورية ونقل الصورة بطريقة مهنية وموضوعية، آثروا الدخول بطرق غير مشروعة بحماية ما يسمى الجيش الحر لينقلوا الصور من وجهة نظر واحدة ولينقلوها بشكل مشوه للرأي العام العالمي. دخل إلى منطقة بابا عمر حوالي 13 فريقا صحفيا، يضم كل منها شخصين إلى 3 أشخاص. من هذه الفرق الصحفية فريق تابع للبي بي سي البريطانية ويتألف من الصحفي بول وود وطاقمه المؤلف من مصور ومترجم لبناني يدعى غسان. دخل هذا الفريق بداية الشهر الثاني بمساعدة المدعو أبو جاسم الذي أدخلهم من الحدود اللبنانية باتجاه منطقة عين الزرقاء نهاية النفق الذي يصل إلى منطقة جوبر في بابا عمر، ثم استلمهم فيها المدعو ناصر النهار وهو قائد مجموعة مسلحة تابعة لما يسمى الجيش الحر في بابا عمر. فريق البي بي سي المتسلل إلى بابا عمر كان يتنقل بسيارة ناصر النهار ويقيم في بناء من 4 طوابق. فريق سكاي نيوز يتألف من الصحفي ستيوارت رامزي رأساً للفريق ومصور ومترجم ليبي يدعى معتوق. دخل الفريق في الشهر 9 أو 10 من عام 2011 عن طريق عين الزرقاء وصولاً إلى بابا عمر التي كانت حينها محاصرة بشكل شبه جزئي. بقي الفريق 4 أيام ثم غادر بابا عمر. فريق فرنسي تابع لإحدى قنوات التلفزة الفرنسية ترأسه الصحفية مانويل وترافقها المترجمة صوفيا وهي من أصل عربي ومعها مصور للمحطة. دخلوا بابا عمر في شهر تشرين الثاني من عام 2011 مدة 5 أيام ليغادروا بعدها، ثم عادت صوفيا من جديد ولكن هذه المرة كصحفية، رافقتها صحفية أخرى تدعى كارولين تعمل لإحدى الصحف الفرنسية، وذلك في شهر كانون الأول من عام 2011. بقيتا مدة 6 أيام ثم غادرتا بابا عمر.
فريق صحفي إسباني مؤلف من صحفية واحدة تدعى مونيكا بقيت في بابا عمر مدة 4 أيام في الشهر الأول من عام 2012، رافقها مترجما المدعو داني الصهيوني، وفي حال انشغاله ناب عنه مترجما المدعو نور الدين الأقرع والملقب عمر شاكر. فريق صحفي مؤلف من الأمريكي مارسيل ويعمل لصالح قناة تلفزيونية، وكريستوف الذي يرجح أن يكون ألمانياً يعمل لصالح صحيفة. دخل بابا عمر في الشهر الأول من هذا العام مدة 3 أيام. دخل بشكل نظامي عن طريق مطار دمشق الدولي منتحلين صفة أطباء. فريق صحفي مؤلف من الصحفية الأمريكية ماري كيلفن ومصور مرافق لها يعملان في إحدى الصحف الفرنسية. دخل بابا عمر في شهر كانون الأول من العام الفائت عن طريق نفق باب الزرقاء، وقتلا في اليوم التالي بعد تسللهما إلى بابا عمر. الصحفي الإسباني خافيير وهو مراسل لإحدى الصحف دخل بابا عمر متسللاً، أصيب في حادثة الصحفية ماري كيلفن وبقي في بابا عمر مدة 13 يوماً ليتم تهريبه منها يوم 25 من شباط من هذا العام. الصحفية إيديت بمرافقة مراسل يدعى جونسون دخل متسللين إلى بابا عمر وبقي فيها 13 يوماً، ثم أعيد تهريبهما عن طريق نفق باب الزرقاء يوم 25 من شباط من هذا العام. فريق CNN يتألف من أروى دامون وهي مراسلة لقناة CNN في بيروت، غطت العديد من الحروب كالعراق وثورتي مصر وليبيا. عملت سابقاً في العديد من القنوات كالفوكس نيوز والبي بي سي. تجيد اللغة العربية والفرنسية والتركية إضافة للغتها الإنجليزية. نيل هيلثورث مصور صحفي لقناة CNN شارك في تغطية العديد من الحروب أهمها أفغانستان والعراق وفلسطين المحتلة. تيم كروكيت مصور صحفي مختص بالأمن من أصل بريطاني، مسؤول أمني عمل سابقاً في القوات الخاصة البريطانية والقوات البحرية البريطانية، ويعمل حالياً في قناة CNN كناصح أمني. دخل هذا الفريق إلى بابا عمر بالتزامن مع جريمة إحراق أنابيب النفط في 15 من شهر شباط من هذا العام، وتبين بالدليل القاطع تورطهم فيها. بقوا في بابا عمر أكثر من 5 أيام ثم غادروها. تواجدوا في مناطق عدة في سوريا كالحدود التركية وريف دمشق، ومن أشهر أعمالهم الصحفية فيلم 72 ساعة تحت النار، وهو فيلم يخص بابا عمر. مقتل الصحفيين في بابا عمر وطي الملف من قبل الدول التي أرسلتهما طرح تساؤلات كثيرة حول الدور الحقيقي لهؤلاء، ومن المسؤول عن مقتلهما، وما الذي قد يكشفه ذلك من تجاوزات غير قانونية ومحاولات تجسس واضحة بحماية مدعي الحرية من ميليشيا ما يسمى الجيش الحر. طيب شو في قصص يعني صارت معكم ومع هؤلاء الصحفيين؟ الشغلة غريبة، قصة معينة، فبركة من الفبركات اللي يعني كنتوا تفبركوها مثلا جرت مع هؤلاء؟ هلأ إذا نحن نفبرك على الصحفيين بحيث هني ما يعلموا شو عم نسوي، لأنه أكيد ديفول صحفي يقول لك أنا عم فبرك بده يطلع ما راح يكون مصدق شيء، فإذا بدنا نفبرك شيء بحيث هو ما يكون عنده فكرة أو ما يكون عنده خبر بهالشيء هذا. بس بفريق واحد
هو كان فريق السي ان ان تواجد معنا احدى المرات بانفجار انبوب النفط. غير الانفجار شو في شخصيات ثانيه؟ لانه حنجي لموضوع انفجار انبوب النفط. في كمان صحفي فرنسي صحفيتين تواجد معنا بيوم كان في ايرانيين كان مخطوف خطفوا ايرانيين خمس ايرانيين كانوا مخطوفين بحي بابا عمر. تواجد الصحفيه هاي صوفيا وصورت هالشيء هذا كلياته. صوفيا اللي هي تابعه الى اي قناه؟ صوفيا مثل انه بتعطي للقناه اللي بتعطي الاكثر من الاكثر من قناة. طيب وشو قصه الايرانيين شلون صاروا ببابا عمر؟ ايرانيين قلت لك اتصل احدى الايام فينا عمار بقاع الصباح قال لي جيب الكاميرا وتعال في عندي تصوير كثير مهم. فبروح لعنده اول ما فوت بفتح لي باب اللي تفرج بلاقي اشخاص مربط مكبلين بايديهم مرميين في الارض يعني. شو هدول؟ قال لي هدول قناصه ايرانيين. طبعا انا لما سمعت قناصه ايرانيين انبسطت بصراحه لانه نحن عم نحاول كنا نثبت للعالم انه في عندنا قناصه ايرانيين وفي عندنا قناصه من حزب الله ما بنقدر نوصل نثبت هالشيء. لما شفت يعني ايوه فلما صرت شفت هالشيء انا قلت اخ يعني وقع الدليل بين ايدينا. قلنا له اوكي بدنا نصورهم بدنا نبعتهم للجزيري. قلنا له طيب انا جاهز هلا بنشوف شلون بدنا نرتبهم بتفوتوهم واحد واحد بحيث نتعرف على اسمائهم وعلى هذا. في معهم جواز سفر؟ قال في حدا منهم بيحكي عربي؟ قال لا. قلنا له طيب خير ان شاء الله. طبعا انا واقف بتفاجأ انه جايبين الصحفيه صوفيا وكارولين هذا من فرنسا يصوروا. استغربت انه يا عمار انت ليش جايب هدولي؟ هو جايبه على بيته طبعا جايبه على البيت تبعه مشان يصوره. قال خلي كل الناس تشوف تشاهد. قلنا له اوكي بس نحن بدنا هلا قبل ما تفوت الصحفيه عم نحكي انه بدنا دليل انه هدول قناصه او عساكر بالفعل من الجيش الايراني. ما في شيء دليل يثبت هالشيء هذا. عباره اللي معهم انه هن عباره موظفين بشركه جندر هاي شركه كهرباء نبي حمص. فيا عمار يعني ما في دليل انه نثبت انه هدول مسلحين او من الجيش الثوري الايراني. ففي شخص واحد معهم بهويه ضابط متقاعد قال هاي بتكفي عنهم. قلت طيب. فلما في فوت الصحفي قلت له هالصحفي هلا راح تشوف هالشيء هذا وراح تكشفه يعني لا تفكر صحفية غبيه او شيء. فهي داخلي وعارف كل شيء. Development. Prisoners have been captured near the front line. They are questioned in front of the cameras. تسمع مجيد شو جمهورية إسلامية إيرانية وهاي صورته مع اسمه مجيد ولي. Since the beginning of the revolt, the Syrian opposition have claimed that Iran is directly supporting the repression. وين لك؟ For Talas and his men, this is the evidence they've been looking for. أبو باسم المتحدث باسم كتيبة الفاروق التي اعتقلت هؤلاء الإيرانيين.
يعني الإيرانيين كانوا مدنيين وبيعملوا بالمحطة وانتم كنتوا على علم بهذا الشيء. نعم. طبعا صورناهم وصورتهم الصحفية شو كان رأي خالد أبو صلاح مع أنه هو اللي راح يكون الوسيط اللي هو كمراسل مع الجزيرة؟ هلا خالد أبو صلاح طبعا لما صورناهم وخلصنا إجانا أمر من المسلحين من أبو جاسم من عمار البقاعي أنه ما تبسوا شيء ولا تعرضوا شيء. طبعا راح خالد أبو صلاح قعد معهم شو السبب، قال في شيء مهم فخليهم هدول مثل ورقة بإيدينا خلاص انكروا انه ما في عنا صحفيين ايرانيين بحي باب عمر. طبعا القناة السورية زعت انه تم خطف 5 ايرانيين بحمص. طبعا احنا كخالد ابو صلاح مراسل الجزيرة نكر هالشيء انه ما في عنا هالشيء هذا ابدا. وما في بس انه كانوا موجودين كان شايفهم هو لكن كان شايفهم قبل لحتى دخول تم الايرانيين عنا لحتى دخول شخصين من برات البلد اللي هو حمزة الشمالي، هو اصله من كفر عايا، هو هلا حاليا منين اجى حمزة الشمالي؟ اجى تهريب عن طريق لبنان كان بي إيه بس هو وين بالاصل مقيم؟ هو بتركيا عضو مجلس اسطنبول، اجى عن طريق لبنان الى اجى عن طريق لبنان بابا دخل على بابا عمر كويس. وفي شخص بيقولوا له ابو الحسن هذا كان مدير شبكه شام دخلوا اثنيناتهم بنفس اليوم صدفه يعني نحن كشفناها صدفه بس الايرانيين معرضوا على قناه الجزيره يعني شفتهم جاي بالحديث استاذي تفضل. طبعا نحن هون تناقشنا مع حمزة الشمالي انه موضوع الايرانيين، فقال موضوع الايرانيين خط ما حد يتداخل فيه وفي شغل لإله، فنحن وقفنا. نتفاجئ ثاني يوم خالد ابو صلاح بيروح بالصدفه لعند عمار فبيلاقي ابو الحسن بوجود حمزة الشمالي وجود شخص ثاني اللي هو رامي السيد هذا كان مصور معنا عم يصوروا الايرانيين. فتعالج طبعا مع خالد ابو صلاح ليش هدول عم يصوروا مو نحن؟ ما نحن المكتب الاول نحن بدنا نصور مو هدول الاشخاص. قال له خلاص انت ولا تاكل هم الامور كلها بيناتنا ما عليك انت امور كلها بخير. قال له طيب. ثاني يوم الصبح اجانا ابو جاسم بياخذ مني الفلاشه اللي صورنا فيها الايرانيين. هذا ثاني يوم قبل من تصويرهم مع ابو الحسن. اعطيته اياها انا طبعا وصار ياكد علي انه ما يكون في عندي صور ثانيه. قلت له اكيد ما عندي واي شيء راح يكون اكيد راح اعطيك اياه يعني. بالفعل اخذ الفلاشه ابو جاسم وراح. حتى اجى خالد ابو صلاح قلت له هيك هيك صار. قال لي بسيطة. ما في يومين نتفاجئ نحن انه بيطلعوا الايرانيين على قناة الجزيرة انه هن متواجدين. عبر مين يعني انبثوا هذول؟ انبثوا عن طريق حمزة الشمالي وابو الحسن شبكة شام. يعني ما اعطوهم اياهم مباشرة للجزيرة؟ لا. أول مرة لا. شو كان ردة فعل خالد أبو صلاح؟ هو عارف انه هذول الناس يعني لا هلا اللي طلع أول ما طلعوا على الجزيرة هني. بس عن طريق ابو الحسن. عن طريق ابو الحسن علاقته كلها مع الجزيري. هذا تبع شبكه شام. فاذا بتنتبه اللوجو بيكون شبكه شام. صحيح. ايه فهو علاقته كلها مع الجزيري. شو السبب برايك انه ما طلعوهم عن طريق خالد ابو صلاح؟ انا تناقشت انا وخالد ابو صلاح بهذا الموضوع وقلت له هالشيء هذا انه في سبب لحتى اخذوا هالشيء هذا. اخذوا الايرانيين وهن اللي عرضوه. انه ككتيبه فاروق هن اللي تمت القاء القبض عليهم. وقد كتيبة الفاروق هي عم تحقق معهم كتيبة الفاروق كذا. قلت له في حمزة الشمالي عم يلعب لعبة هو أبو جاسم فشو هي؟ قلت له يا أبو خالد هاي شغلتك أنت لازم تعرفها لأنه ما هالعلاقة اللي بيني وبين حمزة أنا لا أفهم فأنت علاقتك أكبر معهم. فقال خلاص أنت ريح رأسك أنا إذا بعرف أتصرف في شو اللي في يعني أنا بس حسيتها في تجارة بالموضوع اللي بيدفع أكثر واللي يعني كان فيها مبلغ مالي بظن هيك. ليش كانوا يعطوك بالمناسبة أنت؟ أنا والله أستاذ كنت أخذ 10,000 بالشهر. 10,000 شو؟ سوري. 10,000 ليرة سوري؟ كل الشغل وكل الدخان وهال لا الدخان هذا أبو صلاح يجيبه ويحطه بالمكتب يعني الدخان ما لي علاقة فيه. لا أنا قصدي الدخان تبع الدواليب وتبع هاي 10,000 بحيث إنه بتعرف أستاذ كان ما في شغل يعني تمينا 7 أشهر بحي بابا عمر. طيب طلعوهم وبعدين شو صار فيهم الإيرانيين؟ قديش ضلوا ببابا عمر؟ هون نحن استاذ اخبار انقطعت عننا بشكل كامل لغايه قبل دخول اللجنه العربيه على باب عمر بيومين. في احدى الاشخاص تم اعتقال اخواته الاربعه وواحد منهم الصواب يعني مات. فراح يومتها طلب من ابو جاسم انه ساعطيني الايرانيين بده يسلمهم بدل اخواته. طبعا عمار وابو جاسم رفض
قطع انه لا تدخل امور هيك شيء اخواتك بهدول. قال له بس تطلع اخواتي. قال له ما لك علاقه بالايرانيين. طبعا الشخص هذا قائد مسلح ناصر النهار. نحن تفاجئنا انه عمار البقاعي انه الايرانيين موجودين بحي باب عمر لهذه الايام. يعني صار له فتره منيحه. نعم استاذ احمد، هذه الصور تظهر بالدليل القاطع هذا الضابط، وبامكانكم التاكد من ذلك من خلال ترجمه هذا كلامه من اللغه الفارسيه الى اللغه العربيه. هذا هو الضابط الذي تم اعتقاله في مدينة حمص في منطقة الوعر، وهي منطقة معروفة بسكان حمص. وكان يقول في كلامه بأنه يعمل تحت إمرة جهاز المخابرات الجوية في حمص. عرض هذه الصور والإثباتات لديكم وللإعلام وسائل الإعلام كافة. وبعدين وين راحوا الإيرانيين؟ وين أخذوهم؟ للأسف ما عندي أي علم عنه. وين ما عندك يعني. بس انا تفاجأت فيديو طلع انه الايرانيين تم القاء القبض على 5 ايرانيين بادلب. فبطلع هذا فبتفاجئ الاشخاص نفسهم اللي كانوا عندنا هن نفسهم اللي طلعوا بادلب، حتى بس انهم لابسين اسود ومربين اللحى بس فقط. يعني راديو عملوا تمثيليه اخرى بانه هن بادلب انه لقطوا شخصيات ثانيه غير هذول الايرانيين، لكن ما انه طالت لحاهم وتغيرت اشكالهم فاعتقدوا انه الناس ما راح تعرفهم، صح؟ لذلك اظهروهم بهذا الشكل. ممكن. طيب وبعدين يعني معلوماتك وين وصلوا في نهايه المطاف؟ او توقعاتك؟ يعني انا حسب ما فهمت انه هن صاروا بتركيا، يعني انه طالما تهربوا صاروا بتركيا، لانه كان حمزه شمال عم ياخذ خط عم ينسق مع ابو جاسم. انه كان احدى المرات هو جالس مع شخص من سفير ايراني او هيك شيء يعني. فقال عم يتبازروا او شو بيسموها هي يتفاوضوا عليهم يعني. يتفاوضوا عليهم. فتوقعت انه يكونوا راحوا لتركيا. كان كلمه اولى عمار بقعي او ابو جاسم انه انتم ما تتدخلوا بشغل المسلحين. نحن ما بنتدخل بشغل الاعلام تبعكم. فاي شيء بدكم تتدخلوا ترى خط احمر بيننا وبينكم. شو يعني خط احمر؟ يعني تهديد بالقتل يعني مسائلكم؟ ممكن، لانه تهددت قبل المره تهددنا بالقتل. وخالد ابو صلاح طبعا كان عنده علم بكل هالقتل وهالسرقات وهالنهب وكان مع هذا يتواجد وياهم في مكان واحد. يتواجد وكان يناقش اكثر الاحيان، يعني يحكي لعمار يحكي ابو جاسم انه هذا الشيء ما بصير، بس للاسف ما حد كان يرد علينا يعني. اذا كان هذا الشيء ما بصير كيف كان يبعث فريقه خالد ابو صلاح مع هاي الجماعات المسلحة وكانوا يقصفوا أبنية؟ يعني أنا شفت صورة من الصور كان واحد معه يا أربيجي يا أما قذيفة معينة يوقف ويكون عم بيصور، وأنت كنت المصور وقتها، وتطلق قذيفة باتجاه بناء عالي، والله العالم بأي بيت تجي وبأي مكان، ومو بس بيت، بيوت كثيرة يضربوا مرة هون ومرة هون. واسمع هو عم بيحكي وعم بيقول لك مثلا شوف شلون هلأ منولعها، يعني بتكون الجو هادئ فبيقول لك هو شوف شلون هلا منولعها. يلا شايفها؟ ايه شايف هو ايش اسمه. شايفها؟ ايه شايف هو ايش اسمه. ترى ما خطط يعني؟ لا ما خططت، خططت لي راسي. اعمل لك والله ما خططت؟ لا ليش؟ خطيت عاد انا المخزن الخطاط كله. شغلناهم شايف؟ شغلناهم شايف؟ هاي مثل ما قلت لك لما بيكون في اجتماع او في اي شيء برا بالخارج، فمشان تأجج الامور داخل بابا عمر. العلاقه اللي لازم تكون هلا نحن بين الجيش اللي بيسمى الحر، لازم تكون علاقتنا قويه بحيث انه لما يقوم باي عمليه عسكريه نكون نحن متواجدين معهم. اما كشيء يخص خطف المدنيين هذا خط احمر لانه ممنوع نتداخل فيه. اما كعسكريين نحن بدنا نضربوا حاجز لازم نتواجد معهم، لانه هلا هون مثل ما قلت انتم دوله وجيش
مسلحين عم يقاتلوا، فنتواجد يعني حيث ناخذ لقطات انه مثلا لنفترض هلا هو عم يضرب، فبنستغل الفرصه انه شوفوا الجيش كيف عم يقصف حي بابا عمر. تعتقد هذا مبرر لك ولا لا ابو خالد ابو صلاح؟ لا او لاي واحد من المكتب الاعلامي، تعتقد انه مبرر؟ ما كان فيكم تهربوا انتم مثلا؟ ما كان فيكم تنقلوا الحقيقه بطريقه او باخرى للناس اللي عم بيصير؟ انت ممكن تتقبل مثلا انه لما يطلق هاي القذيفة هذا الشخص ربما يكون هذا البيت بيت لشخص قريبك مثلا او لاي لا مواطن؟ البيوت المدنيه ما كان يطلق، انه كان يعرف انه هم في تواجد امن. لا انا في عندي صور شفتها بجهازك، كان في ضرب باتجاه مبنى، مبنى مأهول بالسكان. ايه متواجد فيه امن لانه هذا مخلي. شو هو؟ خالي من السكان. شلون مخلي؟ الاضاءه كلها شاعله من فوق لتحت. ونسيت شو اسم المبنى، إذا أنت بتعرفه مبنى كان طويل وشاهق. برج هنادي. برج هنادي أحسن. إيه هذا. طيب هذا مدني وليس عسكري. هذا مدني بس. طيب. للأسف هلا مقيم فيه الجيش. طيب. وليش للأسف يعني؟ يعني ليش لحتى يكون للأسف؟ ولكن حتى لو افترضنا إنه الموجود فيه جيش، شو الفائدة اللي أنا بحققها أو شو الشيء اللي أنا شلون متقبل على نفسي إنه شخص من أجل إني أنا آخذ صورة وأعطيها ل قناة الجزيرة إلا تفضلي هي الصورة ويعطوني حقها 2000 أو 3000 دولار بالمقابل يموت أبرياء سواء كانوا من الجيش أو سواء كانوا من مواطن، شو بحقق أنا بهذا الشيء؟ نحييكم من جديد مشاهدينا الكرام ونبدأ بالتعليق على ما تابعناه في حلقتنا لهذا اليوم من خفايا بابا عمر. أرحب بك من جديد أستاذ رفيق لطوف. بداية المادة التي عرضتها لعلي عثمان، المادة التي ظهر فيها خالد أبو صلاح يتحدث، لماذا عرضتها له؟ ما الغاية من عرضها أمامه يعني؟ هلأ هو في إحدى القنوات نعم عرضت هذه المادة، نعم، وللأسف لم تعرضها كاملة، أخذت فقط مقطع واحد، ويا ليتها أحسنت اختيار المقطع، فأخذوا مقطع وحطوا المقطع اللي بيكون عم بيحكي أبو اليمان مع خالد أبو صلاح. من هو أبو اليمان؟ أبو اليمان هو موظف في قناة الجزيرة وهو نعم. على البث المباشر، الاتصال التنسيق، مسؤول التنسيق نعم. يعني فبيقول له خالد أبو صلاح بيقول يعني هن بدهم إياها شو يشعلوا أكثر لحتى يقدر يبلش البث، طالما ما في تحمية بالشكل المطلوب فما ممكن يبلشوا بث، فلذلك شو بيقولوا يعني بدك يانا نموت نحن أكثر من هيك شو نساوي لك يعني؟ مالك شايف صوت الإطلاق الرصاص؟ سمعان صوت إطلاق الرصاص؟ وبيعطي إشارة فبيبلش أطلق الرصاص. يعني هو يكذب على قناة الجزيرة؟ هو لا يكذب، هو قناة الجزيرة شايفته ما مخبى عنها يعني، وقت عم بيحكي إنه يعني شو بدك ساوي لك أكثر من هيك؟ أحمد خود الزاوية، فلان خود الأرنة الفلانية، يعمل له أويس، هذا كله مين شايفه؟ الجزيرة. نعم. لكن الجزيرة لن تظهر خالد أبو صلاح إذا ما كان الجو جاهز كامل. نعم. بالشكل المطلوب، وإلا هن مو أغبياء، هن شايفين البث المباشر مثل ما أنا شايفه. فاقتطعوا جزء ومقطع صغير. نعم. اللي هو مباشرة بعد ما بيقول له مالك شايف مالك سمعان إطلاق الرصاص يا أبو اليمان، وبيعمل بإيده هيك فما بيطلع صوت إطلاق رصاص. أنا هون ضحكت يعني قلت هذه القنوات يعني بدها تتشاطر، مو مشكلة بس على الأقل شوي يعني كذب، بس خلي الناس تتصدق. يعني هي أخفت هذا الصوت، هي حطت فراغ محل هذا الصوت، قالوا سمعتوا نعم. هذا أضيف إضافة، ما أو خالد أبو صلاح عم بيقول له مالك سمعان صوت إطلاق الرصاص وعم بيعمل له هيك نعم. وظهر الصوت طبعا. هلأ هذا شوفي، هذا التسجيل موجود في الوسيط اللي منه بيطلع إلى البث المباشر إلى القناة اللي بتستلمه، ومشان لي يكونوا شاطرين أنا بقول لهم مشان لي يعزبوا حالهم لأنه راح يتفاجئوا، كل ما عرض على التلفزيون السوري أو على أي قناة أخرى لا زال موجود في الوسيط، وأنا على نفس الوسيط قناة عندك؟ لا الوسيط اللي هو يتبع إلى شركة أجنبية. نعم. في يوم من الأيام راح أطلع على التلفزيون السوري وتذكروا كلامي وراح أرجع الملف الخام ومصدر الملف الخام كما هو كاملا نعم. كاملا. فإذا بدهم يكذبوا أنا بنصحهم لا يكذبوا، لأنه حيتفاجئوا هنن أنه راح أعرض بيوم من الأيام الملفات الخام نعم. بالإضافة إلى أنه مثل ما يقولوا قال القاضي راضي نعم. إذا الجزيرة مو مسترجية ترد، والجزيرة بدي أسألك سؤال، بعد ما عرضنا على التلفزيون السوري قصة خالد أبو صلاح
وينه خالد ابو صلاح بالجزيره؟ عاد يطلع؟ صحيح لم يعد يظهر خالد ليش؟ ابو صلاح. هذا سؤال كبير. اذا لو لم تكن الجزيره تعلم بان خالد ابو صلاح وضعها في موقف صعب جدا لما قط... ومو قطعته بارادتها، لا، الجزيره بتحبه لخالد ابو صلاح وعلاقتهم معه قويه، وهن عم يحاولوا يامنوا له شغل مع جهات اخرى، لكن في موظفين، وانا وصلني الموضوع من داخل قناه الجزيره، اشترطوا اذا اردتم ان نبقى فخالد ابو صلاح لا يجب ان يبقى. لذلك انجبرت الجزيره الان يعني حدث معهم كما حدث مع داني بلا شك. داني في بلا شك. قناه السي ان ان هن في ناس ما قابل انه خلص هذا الزلمه انكشف. نعم. وانكشف كذبه، اذا انتم بتطلعوه معناته انتم بتتبنوا، فنحن يا نحن يا خالد ابو صلاح. نعم. الان موظفي قناه الجزيره كل يوم والثاني عم تسمعي شلون في انسحابات، وسمعنا اخرهم مراسلهم في روسيا. نعم. لما طلبوا منه انه يفبرك ويكذب وهو رفض طبعا ورجع للحكومه الروسيه، وتبين له انه ما في شيء من انه ما روسيا ما عم تخلي لا سفارتها ولا موظفيها ولا احد، والجزيره مع هيك قالت انه روسيا عم تخلي موظفيها وروسيا كذبت الخبر، فهون شاف قال انا زلمه احترم نفسي واحترم مهنتي، عمل هيك استقال. نعم. الان الموظف في قناه الجزيره هل تعلمين كم يقبض؟ الآن الموظف في قناة الجزيرة 30,000 دولار شهريا يقبض. ليش؟ ثمن كذبه يعني؟ يا ريت بس ثمن كذبه، لا، في موظفين ما مستعدة تكذب مشان نكون واقعيين، في ناس محترمة بغض النظر ما تتدخل بالشأن السوري. نعم. تقول لك أنا أبعدي حتى ليلى الشايب اللي أنا واحد من الناس بصراحة كنت يعني منزعج منها من تصرفاتها، لكن لاحظت أنه انسحبت من الشأن السوري وانتقلت إلى الشأن المغاربي بعد ما اكتشفت كثير من الأكاذيب. نعم. لكن ليش وصل ل 30,000 دولار؟ يعني تقصد ارتفع الراتب؟ الراتب مو ارتفع عن عبث، الراتب لأنه ما في موظف قابل يروح على قناة الجزيرة. نعم. وبدهم يحافظوا على ماء وجههم بالأشخاص المتبقين في قناة، لأنه الصف الأول بالجزيرة سقط، أو بالأصح حتى نكون أكثر يعني دقة. نعم. الصف الأول في قناة الجزيرة انسحب، الروس اللي كانت تعتمد عليها قناة الجزيرة انسحبت، مين صفى؟ صف الصف الثالث، حتى الثاني ما بقي. نعم. الناس اللي تحترم نفسها انسحبت من قناة الجزيرة، الجزيرة شلون بدها تحافظ على الباقيين؟ خذ اللي بدك اياه خير، رفعت الراتب. لذلك الان الموظف في قناة الجزيرة بتلاقيه فايت عم بيتعنجا، وهي عاجبتني وهي مو عاجبتني، وقناة الجزيرة مو مسترجي ترفع راسها لانه انهارت، ارادت ان تدمر سوريا فدمرت نفسها ولم تستطع ان تفعل شيء في سوريا. نعم. طبعا خالد ابو صلاح كان واقفا يكلم قناة الجزيرة، والدائرة التي استعملتها الدائرة الحمراء تشير الى الشخص الذي سيطلق النار من اجل ان تسمع قناة الجزيرة، يعني حركة يده هو لما. نعم. كان يعني مو بس انه حكى بلسانه، اول مرة هو يعطي الامر يعني وهي في اشارات بيناتهم. نعم. لكن المرة الاخيرة الظهر ما التفتوا له فعمل له انه خلصني اوس، يعني أوس وبلش، ولما بلشت قناة الجزيرة اشتغل الرش اطلاق رصاص بكثافة لدرجة انه اي انسان جاهل يستطيع ان يميز بانه اطلاق الرصاص كان من جانب خالد ابو صلاح، صوت جدا عالي ووضح. نعم. طب لما كان يحلف لهم استاذ رفيق؟ يعني طالما هم يعلمون بان القصة كلها كلها مفبركة، لما كان يحلف لهم؟ انه يعني اكثر من هيك ما بنقدر نساوي، هذا حدنا. نعم. انه انت بتكون منا اكثر، ما فينا اكثر منك، هذا حدنا وانتهى. نعم. يعني حتى فبركت بطريقة يعني جيدة، سألته المذيعة هل أنت في مكان آمن؟ هل المذيعة يعني للإنصاف ما عندها علم؟ لا تعلم. لا لا تعلم. لا. لأنه ألا بالمؤاخذة أنت ممكن الآن كمذيعة يدخلوا لك مادة وأنت ما عندك اطلاع، لكن مين اللي عارف؟ اللي على اتصال مباشر وشايف ما كان يجري قبل البث أبو مباشر. يمان أبو يمان بلا شك. نعم. والشخصيات اللي عم تسيس قناة الجزيرة على اطلاع بكل هذه. نعم. التفاصيل، وعلى تمويل وسلاح وأجهزة وتهريب أجهزة إلى داخل بابا عمر. نعم. وإلى غير بابا عمر، هذا دليل أنه في تنسيق على أعلى مستوى، وبتعرف أنه في معهم ميليشيات ما يسمى بالجيش الحر في نفس المكان. نعم. بعد ذلك سألته لي علي عثمان هل تذكر متى كان هذا اليوم؟ فأجابك مباشرة يوم الفيتو الروسي الصيني. هو أجابك أم أنت يعني؟ لا، أنت إذا لاحظتي هو أجاب يوم الفيتو الروسي الصيني، فأنا طبعا أكدت كلامه بأنه هذا نعم كان يوم اجتماع مجلس الأمن، وللعلم هذه الليلة كان نفس الليلة اللي أحرقت فيها أنابيب النفط. كان بهذه الليلة مطلوب تصعيد على كافة المستويات، ما في قناة أجنبية ما اشتغلت، وتحديدا قناة العربية وقناة الجزيرة وقناة السي ان ان. نعم. لعبوا دور خطير في هذا اليوم وبثوا أكاذيب كبيرة جدا من أجل تضخيم. وأنا قبل بيوم على التلفزيون السوري هون. نعم. كان عندي لقاء وجبت تسجيلات عرضتها
بأصوات أناس تابعين لما يسمى بميليشيات الجيش الحر، وإني عم بيطالبوا الناس يا جماعة في كل مكان أحرقوا الدواليب وأحرقوا سلات أو حاويات القمامة، في كل مكان، في دمشق، في حلب، في أي محافظة. شو كانت الغاية؟ من أجل أن يقوموا بتصويرها وإرسالها. مو بس تصوير، على أساس من شان يبينوا أنه القصف في كل أنحاء سوريا. صح، بدهم يأخذوا صور، يعني صور الدخان بالضبط، تظهر وكأنه يعني حتى للمواطن بدهم يوحوا له. أنا كسوري غير التصوير، أنا لما بدي أطلع هيك بلاقي دخلة بهاي المنطقة ودخلة بها، بدي يصير عندي شعور بأنه في حرب كبيرة ببلدي وأنا ماني شاعر. لذلك نحن نوهنا، وطبعا أسقطنا لهم لعبتهم يوميتها، ما قدروا ينجحوا فيها. وبعدها بأيام مباشرة كانت الضربة القاضية عليهم لما طلعت التسجيلات هي تبع خالد أبو صلاح. وأنا بعتبر أن أكبر صفعة تلقوها سواء إعلام السي إن إن أو سواء الجزيرة وزميلاتها كانت الصفعة تبع إحراق أنابيب النفط، لأنه كانت الغاية منها أنه كان في قصف جوي من الجيش السوري، وتبين للناس عكس ذلك تماما. طبعا احنا في عنا حلقة قادمة إن شاء الله حول موضوع إحراق أنابيب النفط. نعم صح، نحن راح نعيد اللي أنا عرضته، لكن نعم. بشكل موجز، ولكن في إضافات، يعني حقائق جديدة. يا ريت بس حقائق جديدة. احنا أعطينا دليل قطعي، نعم، مثل بيقولوا دليل قاطع، لكن كمان مثل بيقولوا في كمان دليل ساطع. نعم، فنحن راح نحط القاطع والساطع حتى لا يتجرأ بعد اليوم يأتي شخص ويحاول يلعب على وتر أن الجيش السوري هو الذي يدمر هذا الوطن. نعم. بعد ذلك سؤال مهم طرحته على علي عثمان أستاذ رفيق، سألته عن مدى التنسيق بين خالد أبو صلاح أو مسؤول يعني المكتب الإعلامي وما يسمى بالجيش الحر، وهذا يدلل حين قال لك يعني لا نستطيع، يعني كل نكمل الآخر. نعم، هذا دليل على الترابط الوثيق بين، بلا شك، لأنه الـ 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 لا يعملون بدون بعض. ميليشيات يعني الجيش الحر كانت هي عملت لهم الحماية ليقدروا يتحركوا وين ما بده يتحركوا، هن المادة الدسمة. شلون أنا بدي صور وأثبت أمام قناة الجزيرة وغيرها، نعم، إنه في قصف من الجيش بهاي المنطقة؟ فالقضية ما بتكلفني شيء، بجيب معي كم واحد من هدول الميليشيات، نعم، أو وصلي على هالمنطقة وبحط الكاميرا وبصور، برجع بقول للجزيرة شوفي والله الجيش السوري اليوم لعن النفس تبعنا، نعم، وهي طلبكم جاهز وهي بوستين فوق منه وتفضلوا. نعم. المشهد التالي الذي تابعناه والذي كان يعني أحد عمر التلات تلاوي يتلو بيانا، وتابعنا بعد ذلك فبركة هذا المشهد، كيف كانوا يشعلون الدواليب من أجل إظهارها على أنها قصف، يعني هو دخان قصف. هلأ بتعرفي نحن وقت المنزل بيكون في أي حدث ما، نعم، أول شيء بده يكون الواحد يعني لابس شيء واقي، خوذة، درع، كمراسل يعني كمراسل، نعم، بده ينزل لأي مكان في أي حرب أو اقتتال بده يكون أخذ حذره التام، نعم، وبيكون بطريقة حذرة وبمكان يعني حذر يقف فيه بحيث أنه يحمي نفسه لحتى يقدر يأخذ الصورة، نعم. لكن إذا بتلاحظ الصور اللي عرضناها كانوا الشباب واقفين ومرتاحين تماما، لذلك هن كانوا هن يصطنعوا هذه الأمور، هاي الفبركات، ويسووها. ومن ضمنها هذا المنظر اللي شفتيه تبع عمر التلاوي، نعم. عمر التلاوي قال له حبيبي ليش نروح نحن على باب السباع ونعذب حالنا، يعني نحط حالنا بالمخاطر، بجوز حدا يشوفنا على الطريق، بجوز يصير عندنا مشكلة، هون نساوي كل شيء. شلون؟ قال له بجيب دولاب، شعلنا الدولاب يا أخي. وفعلا جابوا دولاب، شعلوا الدولاب، طلعت الدخنة. إذا لاحظت شلون؟ قال له بينت الدخنة، قال له بينت، بلش يلا بلش، نعم. يعني أفلام مع الأسف. وللعلم عمر التلاوي هو نفس الشخص اللي صور مجزرة كرم الزيتون، مجزرة هذا كرم. من كان يتلو البيان بالضبط، يعني حتى البعض اللي كان عم بيقول انه هاي المجزرة من فعل الجيش، انا عم ارجيهم مين هن اللي عم بيصوروا للجزيرة وينقلوا، هو عمر التلاوي نفسه اللي صور لقناة الجزيرة التقرير تبع مجزرة كرم الزيتون وصورته موجودة وانا عرضته، كان واقف هو وهو اللي عم بيصور وهو اللي عم بيعمل التقرير، واللي بيكذب مرة بيكذب ألف مرة، ألف مرة. أهلنا قالوا لنا دائما اللي بيكذب مرة بيكذب مليون مرة، فطالما عم تشوفوا بعينكم هذا النفاق وهذا الدجل اللي عم بيساووا على الناس ويقول لك هذا من عند الله، صحيح، إنما يحدث هو من عند اختيار من الله. شلون يعني؟ هل الله عز وجل أمرك بأنك تجيب دولاب تحرقه وتوقف وتجيب واحد يقوص لك كم طلقة وتيجي تحكي لي باسم الدين وتقول لي أنا زلمة إسلامي؟
لا حاشا للإسلاميين أن يكونوا هكذا. هؤلاء يريدون أن يلعبوا باسم الدين وباسم الإسلام ليضحكوا على عقول الناس. لذلك أنا بحذر الناس، ديروا بالكم، لا تعتقدوا مجرد واحد يقولكم إسلامي معناته أنه هو يحترم ديانتكم وعقيدتكم، لا. هو لديه أهداف. الآن شوفي مصر شو عم يصير فيها، شوف المهازل اللي عم بتصير بحمص، بتونس نفس الشيء. في ناس عم تلعب باسم الدين وعم بتحاول بكل الطرق أن تسيء إلى الإسلام، وهذا المخطط هو مخطط للأسف جاءنا من الخارج. جماعة القاعدة مين صنعهم؟ مين دعمهم؟ مين مولهم؟ مين دعمهم بأفغانستان؟ مين أعطاهم السلاح؟ الآن هذا اللي عم بيصير فينا كلها تمشوا من زراعة هذه الجماعات اللي تتكلم باسم الإسلام، وفي حقيقة الأمر هي أوجدت لهدم الإسلام تماماً. وللإساءة للإسلام. صحيح. فوتي في فكرهم، في عقيدتهم. الإسلام دين رحمة، الإسلام تعامل مع كل الديانات. نعم. سواء كانت المسيحية أو غير المسيحية تعامل بكل أخوة. صحيح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جاره يهودي. نعم. وكان يرمي القمامة على بيته، ولما تغيب عنه راح زاره، عاده. نعم. بعد ما شفنا انه هذا كافر، لا، ان عنده حتى المسلم اللي يشهد الشهادتين يعتبرونه كافر. فانا شلون بدي اثق بهي الجهات بسوريا؟ عنا خدي مثال الان، هذول الجماعات التكفيريه اللي عم نسمع عنهم، انا اجزم لك ان في سوريا لا يوجد سوري واحد يتقبل الفكر التكفيري. نعم. حتى لو شفتيه لابس دشداشه قصيره وعامل لحية طويلة، لأنه هذا الشعار تبعه أنه لازم يكون دشداشة قصيرة ولحية طويلة، معناه أنه نحن نحترم المظهر الإسلامي، ولكن ليس المظهر الذي يرعب الناس. نعم. بتلاقيش أشكاله مخيفة. في سوريا لم يتقبل أحد هذا الفكر، أخذوا الشكل فقط، اللدوا لي أفغانستان لبسوا لي آل الحطة تبعهم واللباس تبعهم وطول اللحية وأصر الدشداشة. نعم. وقالوا هذا هو الإسلام، لكن فوتي عدي معهم عقائديا ولا فاهمين شيء بالمصاري. اشتروهم بالأموال وأعدوهم وقالوا تعالوا أنتوا الآن تسيرون على المنهج الإسلامي الصحيح. هذا ما أكده التلفزيون العربي السوري منذ يومين، حيث عرض اعترافات لشخصيات عربية ليبية وتونسية تنتمي لتنظيم القاعدة، وهي استقدمت لسوريا من أجل القيام بعمليات انتحارية طبعا ترتكب باسم الإسلام، ودائما نقول الإسلام منها براء، وتنزه اسمه تعالى عن ذكره في مثل هذه المقامات حين قال اختيار من الله، يعني طبعا رب العالمين لا يأمر بالكذب كما تابعنا تعليقك أستاذ رفيق. كأنها لعبة أطفال، يعني حين كانوا يعني كأنهم أطفال في الحي يلعبون هكذا، يتم التلاعب بمصير بلاد. العتب على الجزيرة وأخوات الجزيرة. نعم. اللي قبلوا أن يتعاملوا معها هكذا حثالات. نعم. إذن حرق الدواليب لإظهار الدخان على أنه قصف من قبل الجيش في الليل، لا يلجأون إلى هذه الوسيلة، يبدأ القصف إطلاق الرصاص. طبعا الدخان الأسود ما بيبين، خاصة تعرفي أحراق الدالوب ما بيطلع الدخان أبيض، بيطلع أسود، فأسود مع أسود ما بيبين. نعم. إلا إذا حيلاقوا لهم يجيبوا لهم هيك بعد ألوان حمراء وخضراء. نعم. تابعنا كيف في الليل حين كان يعني يتحدث إلى قناة الجزيرة، كان يقول بدأ القصف مع يعني كلمة قصف. يا سبحان الله، يعني بتقولي هون بركات العرعور. نعم. ظاهر حلت عليهم، لأنه كل شيء كذب ونفاق ودجل بيكون من بركات العرعور، هو علمهم هذه الأساليب. فلذلك مجرد على كلمة قصف ما سمعنا إلا دغري بلش إطلاق الرصاص، وبيقول له ها شايف، طب ماشي، أول طلقة رصاص هزيت راسك شوي، بعد منها ما عاد خفت. يعني بدك تكذب كذب، بس على الأقل يكفي كذبتك، خليك تخبى لك بشي قربة. هو والمصور حركة واحدة وبعدين رجع كفة عادي، ومثل ما نكون شايفين وبيكفي. نعم. بعد ذلك تحدث علي عثمان عن الفرق الصحفية التي دخلت إلى بابا عمرو، ولخالد أبو صلاح دور في إدخالهم، طبعا من دخل تسللا، طبعا لا نقصد من دخل بشكل نظامي عبر تراخيص يعني من قبل وزارة الإعلام السورية. 13 فريقا صحفيا كما قال التقرير، اسمح لي أن أعيد يعني المعلومات هامة جدا، كل فريق يضم يعني تقريبا شخص أو شخصين مصور. أو ثلاثة أشخاص، مصور أو مترجم والصحفي. في بابا عمرو وحدها 13 فريقا. صحيح. طبعا قدموا تهريب عن طريق الأنفاق. الأنفاق، وفي نفق كاد يوصل لمنطقة جوبر، هذا النفق طوله حوالي 2 مايل، يعني بما يعادل تقريبا 3 كيلومتر. نعم. وتابعنا في إحدى الصور، هذه الصورة حقيقية للنفق، نفق الزرقاء،
نفق الزرقاء. الزرقاء نعم. هذا كان في داخل يوميتا بول بول كونروي هو اللي كان داخل بقلب النفق هو نعم. اللي مصور خط المسير اللي كان ماشي فيه. إذن هذه الصورة من حقيقية وهذا صورة النفق ارتفاعه تقريبا 5 أقدام من الحدود اللبنانية حتى بابا عمرو من الحدود اللبنانية إلى منطقة جوبر في جانب بابا عمرو. طبعا هو نفق مظلم والإضاءة الخضراء التي تابعناها هي أشعة الإنفراريد بالضبط نعم. اللي تكشف لون. لتكشف أسود نعم. ناصر تحدث أبو جاسم يهربهم من لبنان وناصر يستلمهم من هؤلاء. هناك شخص اسمه على ما أعتقد وسام أو يعني ينتمون إلى المكتب. لا مرتبطين مع المكتب كان في لهم جماعة في لبنان هي نعم. الجماعة كانت ترتب هلأ البعض منهم كان يدخل بشكل نظامي نعم. إلى سوريا مثل الفريق السيانين هو في واقع الأمر دخل نظامي نعم. لكن بالمقابل أيضا التف وراح دخل بطريقة غير شرعية دون التنسيق ودون تأمين أي حماية له وادعوا بأن الحكومة ما وافقت له وبعدين تبين احنا أظهرنا بالصور وبالأدلة أنه هن فعلا مراجعين وزارة الإعلام وأخذين موافقة وحصلوا على موافقة أنه بده يصوروا داخل دمشق وريف دمشق وما كان عندهم مانع نعم. والمفترض على أي صحفي لما بده يجي لأي بلد يعلم أين يريد أن يصور ليش طبعا. حتى إذا صار شيء معه الدولة تكون على اطلاع وتقدر تحميه نعم. أما لما أنت بتجي وبتطلع من سوريا وبتروح إلى لبنان وبترجع بتتخلي عبر نفق وتفوت إلى بابا عمر وبتجي بتقول والله الحكومة السورية مو موافقة هذا اسمه كذب ودجل مع احترامي له نعم. وسي ان ان انا تفاجأت يعني لما كان المذيع عم بيقول نحن حاولنا ان ندخل الى سوريا ولكن لم يؤذن لنا ولم يسمح لنا ولكن للأسف هو كان ينقل مباشر من بابا عمر صحيح. وكانوا هم وعرضنا طبعا يومها يعني حين دخلوا صحيح. عرضنا يوم كنا على الهواء مباشرة بعد ذلك قال علي عثمان أستاذ رفيق نجهز لهم البرنامج نشوف طلبون يعني ما معنى ذلك يعني هل هم كانوا يكذبون على الفرق الصحفية التي دخلت يعني لم تكن تعلم هذه الفرق الصحفية بأن هؤلاء أعضاء المكتب يعني ماذا يعني نجهز لهم برنامج المشفى الميداني مقابلة مع الجيش الحر الوضع ما هذا هو للإنصاف يعني بتعرفي هو كل ما بده يجي إعلامي أكيد بده يجول بعدة محطات نعم. أهم شيء بالنسبة له يشوف الجرحى مثلا يزور العصابات المسلحة مثلا اللي معهم الأسلحة نعم. ويأخذ صور من أرض الواقع ويزور بعض الأهالي في بيوتهم كانت معظم أو يصور بعض الأسواق وبعض المناطق وشو صاير فيها هلأ هني أكيد بلا شك لما بده يجي شخصية أجنبية ما راح يجوا يتفقوا معهم على فبركة معينة لا لكن هني كانوا يفبركوا بحضور هاي الجماعات وهن على بساطتهم او على جهلهم خليني اقول ما بدي اقول على بساطتهم لانه الانسان حتى البسيط لا يفعل هذا الفعل على غبائهم وجهلهم نعم. كانوا يفبركوا امامهم وكانوا كثير من الصحفيين يلتفتوا الى هذا الامر حتى انا راجعت كثير من ينتبهون بلا شك ما الصحفي ما هو غبي نعم. بيقدر يميز لما عم بيسمع صوت تفجير عم بيشوف يعني هذا الشيء مو صعب عليه انه يميزه انه هل الجيش عم بيقصف ام هن عم بيمثلوا فالبعض منهم نقل هذه الحقيقة يعني أنا رجعت إلى تقارير وشفت في بعض منهم ناقل هذه الحقيقة نعم. حتى قضية إحراق الدواليب نقلتها إحدى القنوات على الشانل 4 وكشفوا أنه هذول الجماعة بصراحة كانوا يصوروا دواليب محترقة ويضعوها خلفهم ويفعلوا كذا ويفعلوا كذا حكوا هذا الأمر بكل واقعية والبعض الآخر أيضا ذكر أن هناك من يطلق رصاص في الجو لكن البعض الآخر أيضا كان يشوف ويحرف يعمل حاله بطل يعني قناة CNN مثلا الفريق تبعها كان عارف كل الفبركات لأنه الفبركات اللي دخلت فيها CNN وهو بيذكر في الأيام القادمة حول موضوع حرق الأنابيب قناة CNN كانت شايفة بعينها الفبركات وكانت مطلعة على كل كبير وصغير لكن ما نقلت شيء من الحقيقة واتهموا بدأوا يحكوا عن سمعنا صوت انفجارات وقصف مشان يوصلوا الصورة للمشاهد على أن هناك 200 جثة قتيل و500 جريح وقصف طول الليل وكانت كل هذه أكاذيب بأكاذيب وهم يعلمون تماما أنه هذه أكاذيب سواء اليوم الأول أو اليوم الثاني اللي تكشفت لهم فيه الأمور
ولكن لم يصححوا ولم يصلحوا. يعني مجرد استقبالهم لمثل هذه الفرق الصحفية وتأمين السكن لهم كما قال مبيتهم داخل المكتب الإعلامي، في المكتب الإعلامي بياخذوا عليهم مصاري، يعني كل واحد بيدخل فريق يعني يكون من أجل أن يري أن يروهم يعني الصورة التي يريدون، ينقلوا الصورة المشوهة إلى الغرب وإلى العالم، وبالمقابل في تحصيل مادي من الموضوع. يعني المكتب اللي موجود في لبنان بيكون متفق معهم ومنسق معهم على السعر والمبلغ وقديش بدهم يقبضوه، وكان علي عثمان هو بنفسه حتى يطلع يجيبهم بالسيارة، يركبهم بالسيارة ويدخلهم إلى بابا عمر، وكان هو المسؤول. أنا عندي حتى صور له هو وعم يعني مو من جهازه ولا من جهازي، من التقارير شفته بالتقارير، كان راكب مع بعض الصحفيين وهو عم يعمل لهم جولة داخل بابا عمر بالضبط. نعم، وكلها طبعا مدروسة، يعني الذهاب إلى مناطق معينة كما قال، اجتماع مع العائلات المتضررة والمظاهرات وما إلى ذلك. لا طبعا تشوفي العوائل المتضررة، يعني المرأة اللي كانت قاعدة مع الطفل نغم، أنا تفاجأت بإني ما شاء الله شفتها بأكثر من قناة، مرة مع نغم، مرة مع واحدة تانية، مرة ما بعرف مع مين، حاطينها قدام واحد رجل، وكل مرة بتحكي قصة. طيب يعني ما اختلفنا يعني انتوا عم تجيبوا هاي المرأة، حطيتوها مرة انه أم لنغم، وهي ما لها أم لنغم أصلا ولا العلاقة بنغم، وأخذتوها حتى هذه مفبركة يعني. طبعا كله كان مفبركة، كانوا يجيبوا شخصيات ويدوروا فيهم. نعم، مثل ما شفتي دول تبعات اللي استطلاع الرأي. نعم، اللي شاطر كتير ماشي وعم يشطح من بعيد وعم يستنى الكاميرا، مبين عليه يعني انه نعم انه شغله مهيئة. ونفس الشيء كان يجيبوا نساء معينين ويقولوا لانه احكوا انتم مظلوميه معينه، اندبوا، في منهم بعض منهم يندبوا، بعض منهم يبكوا، بعض منهم يسبوا على الحكومه وعلى الدوله وعلى قياده هي الدوله، وهذه تنتقل الى الخارج وفعلا تبين انه في مظلوميه كبيره داخل سوريا تحصل عليهم. طبعا عدد التقرير الفرق التي دخلت، فريق البي بي سي، فريق سكاي نيوز، فريق فرنسي تابع لإحدى قنوات التلفزة الفرنسية ترأسه صحفية مانويل ومعها مترجمة صوفيا. طبعا خرجت صوفيا ثم عادت كصحفية لصوفيا. صح. حكاية سنؤجلها قليلا لختام هذه الحلقة، حيث تحدث عن الإيرانيين المحتجزين. أيضا فريق إسباني كما قلنا، وعمل داني الصهيوني معه كمترجم. الصورة التي تابعناها لمونيكا، مونيكا وهي الصحفية التي تعمل في فريق الإسباني، مونيكا كانت مع علي عثمان، يعني هم يتمشون كانوا في جولة هنن. نعم، وعم بيدوروا في يوم بنفس بابا عمر. نعم، فكان في شارع بدهم يقطعوه. نعم، طبعا التسجيل هذا طويل، يعني انا اخذت منه فقط هذا المقطع. كان كل واحد بده يمرق، كل ما يمرق بيقوصوا انه في قناص عم بيضرب، بيرقد بتلاقيه عم يضحك وما انه خايف. فهن مشان هي تطلع صوفيا قدام القناه تبعها انه هي خاضت غمار المعارك وفاتت بين الرصاص، فرقد هو اياها ماسك ايدها وراقد هو وياها وطلعي على وجهه، أنا بطأت الصورة شلون كان عم بيضحك. ليش؟ ولكن هي لم تكن تعلم يعني صوت الرصاص كان مفتعلا، تعلم لسبب، لأنه هي كانت موجودة أيضا لما طلعنا في الحلقة الماضية في حي الحاكورة، القصف اللي كان بالأربج كانت موجودة هني وأخذ لقطة من هذيك المنطقة، فهي كانت شايفة المسلحين بعينها. نعم، لذلك هي أخذت هي اللقطة على أنه هي كانت عم تحاول تقطع من مكان إلى مكان، ولكن القصف جعلها تخاف وتلف وترجع، بينما هو كان عم يضحك ويبتسم لأنه هو عارف اللي بيقوله وطابخ الطبخة معهم. هلأ أنا ما بدي أظلمها لأني أنا لا أعلم الغيب. نعم، أنا بتصوري وهذا رأيي وليس بالضرورة أن يكون صحيح أنها تعلم، لأنه صوت إطلاق الرصاص واضح أنه قريب ومن جنبهم. نعم، ولكن ممكن أيضا أنه يكون إطلاق الرصاص بالتنسيق ما بينهم وبدون علمها، وإن كنت أنا هذا أستبعده. نعم، أيضا فريق فريق صحفي مؤلف من أمريكي وآخر يرجح أنه ألماني، دخلا بشكل نظامي عن طريق مطار دمشق الدولي منتحلين صفة أطباء كما أفاد التقرير. صحيح. الفريق الصحفي الآخر الذي يتألف من الصحفية الأمريكية ماري كيلفن، وقتلت مع المصور المرافق لها ريمي أوشليك، طبعا في اليوم التالي بعد تسللهما، دخلا تسللا إلى بابا عمر وقتلا في اليوم التالي. طبعا مقتل للعلم قضية، نعم، مقتل
ماري كولفين. قضية مقتل ماري في غامضة، وهناك من حاول أن يتستر عليها، على قضية مقتلها. وأنا أتعجب كيف أنه مفترض أنه السفير الفرنسي، بما أنه هي تعمل لصالح جهة فرنسية وإن كانت هي أمريكية، نعم، يعني حتى تشريح الجثة والتحقيق وكذا هذا كله ما اهتموا فيه، كان فقط بدهم يأخذوا الجثة ويرجعوها. وللعلم ماري كيلفن لما كانت في بابا عمر، لما نقلت إلى مشفى الأسد الجامعي كانت عينها مفقوعة الثانية غير عين الأولانية، شفتي عين عندها عين مضروبة، نعم، مغطاة بعصابة سوداء بالضبط، نعم. العين الثانية كمان كانت مفقوعة، في مين فقأ لياها بسكين أو بشيء لما راحت إلى مشفى الأسد الجامعي، نعم. وسلمت فيما بعد إلى السفارة البولونية، وبدورها السفارة البولونية سلمتها إلى السفارة الأمريكية. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه ماري كيلفن كان في شظية في رقبتها جاية، نعم، يعني بالإضافة لاقتلاع عينها، غير اقتلاع عينها كان في شظية داخلة برقبتها. والمكتب لما تم تفجيره، نعم، لأنه أنا أعتقد أنه تم تفجيره بعمد، احتمال كبير أن ماري كشفت شيء أو اكتشفت شيء معين فأرادوا التخلص منها، لذلك أن قتلوها بهذه الطريقة وتم تفجير المكتب. هذا رأيي، برجع بقول وليس بالضرورة أن ألزم به أحد، ولكن طريقة مقتل ماري كانت غامضة. وطي الملف من قبل الدول التي أرسلتهم، وخاصة فرنسا، يشي بشيء. صار في انتقاد لاذع لساركوزي في فرنسا، نعم، أنه لماذا هذا السكوت ولماذا، وهناك من اتهم أن فرنسا تعلم أن جماعة ما يسمى بالجيش الحر هم الذين قتلوها، وهناك من يقول أنه فعلا فرنسا لديها هذه الأدلة أن الجيش الحر هو الذي قتلها، ولكن أرادت التستر لأن هذا ليس في صالح مشروعها في سوريا. نعود إلى الفرق الصحفية التي دخلت، طبعا فريق السي إن إن، صحفي إسباني أيضا دخل وأصيب في حادثة الصحفية ماري كولفين، كيلفين، ولكن خرج عن طريق لبنان، نعم، خرج عن طريق لبنان. أيضا فريق السي إن إن، وهو فريق سيكون لنا هذا أكيد، فريق السي إن إن راح يكون في حلقة خاصة عن قضية إحراق الأنابيب وما جرى في، نعم، في الخامس عشر، ولكن صوفيا تحديدا، نعم، صوفيا كان لها موقف في قضية الإيرانيين، إذا، نعم، إذا انتقلنا بعد ذلك في الحوار مع علي عثمان إلى قضية الإيرانيين. هناك طبعا صحفيتان فرنسيتان تواجدتا يوم خطف الإيرانيين في بابا عمر، تحدث علي عثمان عن صوفيا. بداية اتصل به عمار البقاعي، وأكملنا أنت القصة أستاذ رفيق. هل عمار البقاعي هو اللي جاب هاي الجماعة، وكان عبد الرزاق أطلاس الفار، عبد الرزاق أطلاس كان هو واجهة ليس إلا، نعم، يعني هو ما له علاقة باختطافهم، هو كان مثل ما بيقولوا حطوه واجهة اسم، لأنه هو كان عبارة عن فقاعة أكثر من فعل. عمار المسمى بعبد الرزاق طلاس، نعم، حطوه واجهة هو، لكن هو ليس له علاقة. كان في جماعة اللي هي جماعة عمار البقاعي، واللي نسبوها إلى جماعة سموه جيش الفاروق، لأنه، نعم، كمان كان لهم طرف بالعملية، نعم. جابوا الإيرانيين ووضعوهم في بيت عمار البقاعي في بابا عمر، نعم، واتصلوا بعلي عثمان قالوا تعال نحن عنا صيد ثمين لك، نعم. هلا هو اجا مستعجل بده يشوف شو هذا صيد الثمين، نعم. فقالوا له في قناصين ايرانيين من جماعه الحرس الثوري كمشناهم في بابا عمر، نعم. هلا لنفترض جدلا، شوفي انت الكذب شلون، الكذب يعرف من المتن، هن سبع اشخاص ايرانيين، الايرانيين، نعم، يعني هذول الأشخاص إذا كانوا قناصين المفروض على أسطح الأبنية، صحيح؟ نعم. طيب ممكن تمسك واحد، ممكن تمسك اثنين، بس تجيبهم كلياتهم بنفس اللحظة هذا أمر مستحيل، نعم، وغير قابل للتصديق. لكن مع هذا خلينا نمشي مع الكذبة معهم، نعم. هنن إجوا وجابوهن وقالوا هذول قناصة. أول من جابوا خالد أبو صلاح، نعم، ومعه علي عثمان، وجابوا صوفيا. هن تفاجأوا إنه كان صوفيا حتى سابقتهم، وجابوا الإيرانيين ودخلوهم. إذا بتشوفي شلون لما دخلوهم شلون مكتفينهم، منين أنت وهو يرد، إيراني جمهوري إسلامي يقول له هيك، شو بتشتغل؟ عم هداك ذكي قال له أنا بشتغل بالجندر، بمحطة الجندر، نعم، محطة الكهرباء، نعم. إذا بتلاحظي وش
عبد الرزاق طلاص عمل دغري هيك نقز انه هي الصحفية الاجنبية الموجودة شافت هذا المشهد، وهذا مو بصالحنا لانه نحن بدنا ننقل الصورة على انه قناصة، وهو قال بانه موظف في هذه المحطة على اساس هدول قناصين. نعم. فلذلك انزعج من الموقف. كمان سجل هذا الشيء علي عثمان، لكن اللي صار شو انه اول شيء راحوا بعد ما طلعوا، وهذا الكلام طبعا نقلا عن علي عثمان، بعد ما طلعوا قال لهم عمار البقاعي شو في عندكم تسجيل صار بهذا اليوم بدكم تشطفوه وتفرمتوه مباشره تمسحوه. ليش ما ليش مو شغلكم هذا الشيء، ما بيهمكم، بدكم تمسحوه واجبرهم على مسحه، وذكر هو هذا الكلام. ولكن بالمقابل اتفقوا على ان يسرقوا الهارد اللي سجلت عليه صوفيا. ليش؟ لانه فيه الدليل. نعم. اللي بياكد انه هذول الجماعه اصلا ما لهم علاقه لا بالحرس الثوري. نعم. وليس ليسوا عساكر اصلا، انما هن موظفين. يعني هم اتوا بصوفيا من اجل ان يعني يعملوا تصنع تقريرا، ولكن فوجئوا حين اجابهم هذا الايراني. نعم. وفعلا قال لي علي عثمان انه نحن سرقنا من صوفيا الهارد وتم فرمتة الهارد، مسحوه. وانا طبعا بصراحه ما اهتميت لهذه المعلومه بوقتها. نعم. فكنت عم ببحث في ملفات الصحفيين، واذ بتفاجأ انه بتقرير صوفيا طالع الموظفين الإيرانيين وعم بيحكوا أنه نحن موظفين في محطة الجندل. هون قدرت أربط. نعم. بين كلام علي عثمان اللي قال لي أنه طلب منا فرمتة الهارد تبع صوفيا حتى لا يتم في شيء وتعطوه يا فاضي مشان يمسحوا هذا الدليل حول الإيرانيين. يعني ولهذا طلب منهم أن لا يبصوا أي شيء. بالضبط، ما بدهم يطلعوا هذا الشيء لانه هذا ضدهم. هن عم بيقولوا احنا موظفين بالجندر، ما لنا علاقه لا بجيش ولا غير جيش. يعني هون صوفيا طلعت اذكى منهم، كان عندها نسخه ثانيه. يعني لكن صوفيا سرقوا الهارد ولكن استعملت النسخه بالضبط. لكن صوفيا بتعرفي عندها وقت لبين ما تطلع من بابا عمر، لبين ما تصل لبلدها. نعم. لبين ما تسوي تقريرها بدها وقت. نعم. هون صار في صفقه عن طريق ابو الحسن وحمزة الشمالي اللي هو عضو مجلس اسطنبول. نعم. اجوا من تركيا مباشرة ودخلوا الى بابا عمر. طبعا ابو الحسن صاحب هذا الموقع، موقع الشام. نعم. اللي بنقول فيه تحدث عنه بالضبط. علي عثمان. اجوا هذول الاثنين وتم بيناتهم صفقة، لانه بتعرف في هيك قضية بهذا المستوى. قناصين ايرانيين، حرس ثوري ايراني. نعم. الجزيرة هذا خبر دسم. نعم. وهذا بيشعل فتنة كبيرة في سوريا. نعم. وهيك الشعب السوري بيقول شوفوا الايرانيين عم يتدخلوا ببلدنا. نعم. فحتدفع عليه مبلغ مرتب. نعم. فلذلك اقول لي يا ابو صلاح انت عود مع جنب وما لك شغل ونحن حنستلم الموضوع. استلموا الموضوع واخذوا ونقلوه على قناة الجزيرة على انهم جماعة من الحرس الثوري الايراني يقنصون في سوريا. لكن بعد ايام طلع تقرير صوفيا. صوفيا وللاسف لم يسلط الضوء عليه. طبعا ظهر تقريرها على المحطه التي تم ايصالها هي اللي. نعم. بتشتغل فيها حتى فرنسيه. لكن انا بالصدفه وانا عم راجع اسماء كل الصحفيين اللي دخلوا انا. نعم. بدي اقرا عن صحفي، بدي اعرف شو حكى. نعم. وشو سوى بتقريره. فرجعت راجعت كل التقارير طلعتهم، فبتفاجأ انه اول تصوير للايرانيين تكشف الحقيقه من اولها. ولاحظت انه عبد الرزاق طلاص كان منزعج انه يعني تحدثت صوفيا الحقيقه، صدقت قالت الحقيقه في تقريرها بانهم موظفين في شركه الجندر لمحطه الطاقه الكهربائيه في حمص. لكن قناه الجزيره عرضت عكس ذلك تماما. الان السؤال لقناه الجزيره، نعم، هل ما فعلته قناه الجزيره بحق الشعب الايراني وبحق الشعب السوري شو؟ نعم. كان الغايه منه؟ اليس الغايه هو رمي فتنة ما بين الشعب السوري والشعب الإيراني؟ نعم. أليس الغاية من أنه هذا العمل هو الإساءة للشعب الإيراني والمواطن الإيراني؟ والآن تم فك اثنين. حمزة الشمالي منين إجا؟ إجا من تركيا. نعم. وحسب ما يقول علي عثمان بأنه تم إخراج الجماعة إلى تركيا، وتركيا الآن سلمت التين. يعني الآن أي شيء يحصل على باقي الإيرانيين، وأنا أتكلم عن نفسي الخمسة، هذا رأيي، أي شيء يحصل على الإيرانيين، أي إيراني يتأذى، فأنا أقول أردوغان يتحمل المسؤولية كاملة. هو من يتحمل المسؤولية. لأن الذين جاءوا من تركيا إلى سوريا
جاءوا من تركيا وهم الذين أخذوا الإيرانيين واختفوا الإيرانيين من يومنا. تمت عملية مبادلة يعني؟ تم عملية مبادلة اثنين باثنين، سلموا اثنين صحفيين أتراك. لأنه يعني هي كمان ما بدها من نية، يعني إنه مالكم من نية يا أردوغان أفندي، أنت صح جبت الاثنين اللي أنت أخذتهم ظلما وزورا وبهتانا، ولكن بالمقابل خود هاي اثنين بالمقابل من نيتك على حالك أنت وجماعتك. لكن أنا برجع بأكد أي شيء يحصل على الإيرانيين فأردوغان يتحمل المسؤولية كاملة. نعلق على النقطة الأخيرة قبل أن نذهب إلى ماذا سنتابع في الحلقة القادمة. فكرة هلأ من ولعة وشغلناهم، شايف يعني هم كانوا يقومون بإطلاق النار وبالقصف حين تهدأ المدينة، ماذا يعني ماذا قصد حين قال شغلناهم شايف؟ عن من كان يتحدث؟ هلأ بتعرفي انت هنا وقت بيطلعوا بالليل مشان يصوروا او حتى في النهار، نعم، احيانا بيكون ما في شيء، الامور هاديه والوضع مستتب، فهن شو بدهم يساووا بهالحاله لحتى يولعوها؟ لازم يطلقوا اطلاق رصاص عشوائي. وانا كثير كانت تجيني اتصالات من حمص من ناس والله اسمهم عم يبكوا، يقولوا الرصاص عم بيجي على ابنيتنا، قذائف عم تجي منين؟ يقول لي ما بعرف اي جهه، ما بنعرف. لما شفت التسجيلات تفاجات انه هن الحلقة الماضية عرضنا هذا اللي بيقول يلا وقف واحد اثنين ثلاثة وبلش ريش ليفضي مشطه كامل، نعم، وشفنا هدول القذائف اللي بيأطلقوهن على أبو عمار مرة هيك مرة هيك مرة هيك، بيرشوا بشكل عشوائي. أول شيء بيكونوا خلوا المواطن في حمص يعتقد بأنه الدولة هي عم تستهدفه، صحيح. والشيء الثاني بيقول لك بده يصير في ردة فعل، الجيش ما راح يوقف ثابت، فبده يصير في إطلاق رصاص مقابل، نعم، للرد على مصدر إطلاق الرصاص. فهون نحن شو بيكون صار في عنا؟ بيكون صار في عنا جو حامي، فينا نصور ونقلها للجزيرة وغيرها تفضلوا هي في حرب داخل حمص، وهو في واقع الأمر الأمر كان هادئ، نعم، إنما هم فقط أشعلوها لا أكثر ولا أقل. نعم، في الدقيقتين المتبقيتين سنتابع ما سيكون لدينا في الحلقة القادمة من سلسلة خفايا بابا عمرو. الجيش الحر كان يتوزع لعدة مجموعات، والمجموعات هاي كانت تقود أشخاص مدنيين. محنة تقوم بشيء مش الله يا ماما قوم بشيء. نحن ما هيك عاداتنا ولا هيك تقاليدنا إنه نضرب الناس. طيب يعني إذا كان فرضا موالي النظام، يعني أنتوا شعاركم حرية وديمقراطية، لا حدا يقطع الشوارع الطولية. فوتوا هيك وفاتوا خلاص. شوفوا الشباب إذا ما عليه شيء بالفعل تركوه، ما له ما في داعي تضربوه أو أي شيء، خاص يعني أنت عم تضرب بركي ما طلع عليه شيء، شو بدك تقول للشاب؟ إذن ماذا سيكون لدينا في الحلقة القادمة أستاذ رفيق؟ طبعا الحلقة القادمة إن شاء الله رح نبلش بما يسمى بميليشيات الجيش الحر، نعم، تفصيلاتهم بعض المعلومات عنهم، وإن شاء الله يعني في تفاصيل، وسنتابع يوم السبت بعض المحطات التي ستنتقدنا ستعقب على هذه. يعني أنا تفاجأت البارحة أول البارحة على ما أذكر كنت عم شوف على قناة الجزيرة، نعم، الحوار الطرشان مثل ما يسموه اتجاه المعاكس، اتجاه المعاكس، وأنا بوجه له تحية للأخ العزيز معد، يعني هو كان موفق تماما في ما قاله. ولكن برجع بقول الحالة الهستيرية اللي وصلت لها قناة الجزيرة أصبح موضوع بشكل كبير، نعم. يعني مبارحة ظل ينط ويقعد يقول فيصل القاسم أنا إعلامي أنا إعلامي أنا إعلامي. أنا لا أعتقد أنه فيصل القاسم أصبح إعلامي، أصبح يعني يتعامل بشكل إرهابي لا بشكل إعلامي. الإنسان الإعلامي دائما بيكون إنسان ينقل الحقيقة، لا يزيف لا يزور. ونحن الآن في هذا الزمن مع الأسف من هوان الدنيا علينا أن يأتي شخص كحمد وأن يأتي شخص كفيصل ليعلم السوريين الديمقراطية. شوفي إلى أي مستوى وإلى أي دناوة وصل الحال بنا. سمعت كلمة قالها
في فيصل القاسم انه انتم عم تحكوا على حمد هذا الحكي سابقا، شو كنتوا تقولوا عليه بالتلفزيون السوري؟ هذا سؤال سخيف. هم يعلمون تماما انه ابليس كان طاووس الملائكه، صحيح؟ نعم. لكن بعدين شو صار؟ صار بما هو عليه الان. نعم. طب هل رب العالمين هو يعلم الغيب او لا يعلم الغيب؟ طبعا. اذا كان فصار، ونحن هكذا نتعامل مع الناس. نعم. كل انسان بعمله من عامله، اذا كان حمد في يوم من الايام لابس قناع وواضع قناع على وجهه فكنا نعامله بهذا القناع، نحن لنا الظاهر. ولكن الان اذا كشف ابليس عن وجهه فهو ابليس بالنسبه لنا، لا اكثر ولا اقل. نعم. اشكرك جزيل الشكر استاذ رفيق لطف. طبعا لقاؤنا يتجدد في خفايا جديده عن بابا عمرو مساء الاثنين القادم باذن الله في تمام العاشرة، وحتى ذلك الحين انا اشكرك جزيل الشكر الاعلامي الباحث والاعلامي السوري الاستاذ رفيق لطف، اهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا فيك. دائما. والشكر الاكبر لكم انتم مشاهدينا الكرام. لقاؤنا اذا يتجدد مساء الاثنين القادم، فلا تذهبوا بعيدا، الى اللقاء.